هسه ناخذ أمثلة حتى يفهم الطالب الموضوع بشكل صحيح. شوف، خلنا ناخذ هذا السؤال: f of x يساوي x تكعيب ناقص 4x زائدا مثلا 6. اولا انت لازم تعرف درجة الدالة. درجة الدالة اعلى درجة عندك هي 3، اذا نقول الدالة من الدرجة الثالثة ومعاملها الرئيسي موجب. يعني انت هذه الاشارة اللي عندك هنا، هاي المعامل الرئيسي شنو عندك؟ موجب. بنقول لك x اذا سعت x الى موجب انفينيتي، الواي المن يسعى. طبعا انت ملك علاقة بالبقية، انت روح اخذ لي اعلى درجة موجودة، x اس 3 تروح لي على x اس 3 مثلا. كان عندك x اس 7 هنا وهنا 6، انت روح لي على 7. يعني انت دائما روح لي على اعلى درجة وعوض لي بيه. موجب انفينيتي الكل اس 3 يعني موجب انفينيتي. فاذا سألنا واحد قال لك اذا x راح الموجب انفينيتي، تقول لي الواي هم يروح الموجب انفينيتي. هذه حالة كل سهلة، يقدر الطالب يجاوب على أي سؤال يتعلق بهذا الموضوع. أنت شوف لي أعلى درجة بالدالة شنو هي، هاي الأكس تكعيب بس بهاي عوض، ما لك علاقة بالبقية. إذا الأكس اقترب أو سعى إلى سالب إنفينيتي، يعني راح كلش كلش تقرب كلش من سالب إنفينيتي، الواي إيش راح يصير عندي؟ الواي يقترب من سالب إنفينيتي الكل تكعيب ويساوي لي سالب انفينيتي. فهذا نقدر شو نقول؟ نقول اذا الاكس اقترب من موجب انفينيتي، الواي يقترب من موجب انفينيتي. اذا الاكس اقترب من سالب انفينيتي، الواي يقترب من سالب انفينيتي. ناخذ لكم مثال اخر، طبعا هذا المثال خلينا نسميه مثال رقم واحد. ناخذ مثال اخر: f of x، خلينا نقول هاي 2x ناقص 3x تربيع زائد 5 x تكعيب ناقص 10x اس 7. لما يسألنا واحد يقول x تقترب الى موجب انفينيتي، انت شو تسوي؟ بس اخذ بهذا المقدار اللي هو هذا اعلى درجة عندك. يعني انت عندك ناقص 10x الكل 7، هاي دالة من الدرجة 7 معاملها الرئيسي سالب، يعني انت بس اخذ بهذا ناقص 10x اس 7. عوض لي هسه بكل اكس من الاكسات عوض موجب انفينيتي. اذا شو تقول؟ تقول واي يساوي يقترب من سالب 10 موجب انفينيتي الكل السبعة. موجب انفينيتي السبعة هو موجب انفينيتي، ومن عندك سالب، اذا هذا راح يصير يقترب عندك من سالب انفينيتي. إذا x اقترب عندك من سالب انفينيتي، نفس هاي الدالة اللي من الدرجة السابعة، تقدر شو تقول؟ تقول الواي يقترب من هاي سالب 10 هنا سالب انفينيتي الأس 7. إيه هذه فردية، الفردية ويا الإشارة يبقى محافظ على الإشارة، يعني السالب بالفردية يبقى سالب، وعندك هنا سالب، إذن هنا شو راح يصير عندي؟ موجب انفينيتي. فإذا x راح سالب انفينيتي، الدالة كلها الواي تروح إلى موجب انفينيتي، وإذا x راح الموجب انفينيتي، الدالة كلها وين راح تروح؟ إلى سالب انفينيتي. بهاي الطريقة الطالب يقدر يحل أي سؤال، أنت اللي عليك بس باوعلي على هاي الدرجة. إذا شفتها درجة 7 أو 9، هذه أعلى درجة بيهم، هذه تقدر تقول عليها هاي الدالة درجتها فردية وهي من الدرجة 7، او هاي دالة هي درجة فردية وهي من يعني من الدرجة الثالثة ومعاملها الرئيسي موجب، هنا معامل الرئيسي سالب. هسه ناخذ دوال درجتها زوجية ومعاملها الرئيسي مرة موجب مرة سالب ونناقش الموضوع. راح اخذ هاي الدالة f of x، x اس 4 ناقص 3x تكعيب زائدا 2. هذه الدالة من الدرجة الرابعة، من الدرجة الرابعة ومعاملها الرئيسي موجب. انت بس اعرف لي نوع الدالة، يا درجة هي درجة
أربعة، أعلى درجة عندك أنت بالدالة هي درجة أربعة. إذن أنا راح أسمي هاي الدالة من الدرجة الرابعة، لأن هاي دالة حدودية وهنا ما عندك إشارة، يعني معاملها الرئيسي موجب. ما نريد إحنا الطالب يحفظ هاي الحالات، وإذا معامل الرئيسي موجب شو نسوي، وإذا معامل الرئيسي سالب شو نسوي. أنت تقدر ببساطة شديدة إذا X سألك قال لك X تقترب الموجب إنفينيتي، جوابك تقول لي الواي، راح أعوضها أني أكتب أقول تقترب إلى موجب إنفينيتي درجة أربعة. موجب الأس مالك زوجي يبقى موجب، إذن هنا شي يصير موجب إنفينيتي. إذن جوابي إذا X راح الموجب إنفينيتي الواي راح الموجب إنفينيتي. زين إذا X اقترب أو سعى إلى سالب إنفينيتي الواي إيش يصير؟ يصير عندك تقترب عندك سالب إنفينيتي الأس أربعة ويساوي لي موجب انفينيتي. ليش؟ لأن هذا سالب بالزوجي يتحول إلى موجب. إذن يعني إذا X اقترب من سالب انفينيتي الواي وين اقترب؟ إلى موجب انفينيتي. يعني بالحالتين X يروح الموجب انفينيتي سالب انفينيتي أنت راح يطلع عندك موجب انفينيتي. ناقش هاي الدالة الأخرى، عندك دالة أخرى هاي الدالة، أنا نقول 2 ناقص 3 X ناقص 5 X الستة. هاي الدالة زوج الدالة من الدرجة السادسة ومعاملها الرئيسي سالب. شوفوا هاي تملك علاقة بالبقية، انت اعلى درجة تاخذ بالدالة. شنو اعلى درجة؟ X باور 6، المعامل اللي عندك هو سالب 5. هسه اذا X اقترب من موجب انفينيتي شو تقول انت؟ تقول لي الواي يقترب من سالب 5 موجب انفينيتي الاس 6. موجب زوجي يعني موجب، وهنا سالب عندك يعطيك سالب انفينيتي. اذا X اقترب السالب انفينيتي الواي وين راح يقترب عندك؟ طبعا هاي سالب 5 هاي سالب انفينيتي الأس 6 ويساوي سالب انفينيتي لأنه درجة 6 راح يصير موجب، من عندك سالب يعني يصير سالب انفينيتي. إذن هنا نقدر نشخص الحالة، نقول إذا X راح موجب سالب انفينيتي بالحالتين راح يعطيني سالب انفينيتي. قلنا إحنا نروح على أعلى درجة موجودة بالدالة هي هاي القيمة اللي مرة نعوض بها موجب انفينيتي وسالب انفينيتي.